بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم في كلمة مفتاحية من أروع الكلمات، وكل كلمات القرآن الكريم رائعة، لكن بعض الكلمات يتجلى أو تتجلى لنا مفتاحيتها للفلاح في الآخرة والنجاح في الدنيا معا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. محور الحديث أو محور الحديث سيكونان: أولا عنوان القيام للديان، فهذا هو سيكون المحور الأول في الكلام على ضوء الآية القرآنية الكريمة، والمحور الثاني التسلح بالبيان على ضوء كلمة من كلمات الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا اليوم هو يوم شهادة الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. المحور الأول القيام للديان، هذه كلمة مفتاحية واحدة لكنها تفتح للإنسان أبواب الخير على مصراعيه. قل إنما أعظكم بواحدة، ما هي هذه الواحدة؟ قيل الواحدة هي التوحيد، كلمة التوحيد، لأن من وحد الله حقا كان عبدا له صدقا ولم يحد عن طريقه قيد شعره. وقيل بأن الواحدة كما في الرواية الشريفة هي ولاية علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. ولا مانعة جمعه، بل هذا جوهر ذاك. وقيل بأن الواحدة هي طاعة الله، فطاعة الله هي الكلمة الواحدة مفتاح، عبادة الله هي الكلمة الواحدة، التوحيد هو الكلمة الواحدة، ولاية أمير المؤمنين وأبنائه المعصومين وصولا إلى خاتم الوصيين الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف هي الكلمة الواحدة. ولكن في تتمة الآية ما يغني عن تجشم عناء تفسير هذه الآية الشريفة وما يستبطن هذه المعاني بأكملها: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، فهذا بدل عن الواحدة، قل إنما أعظكم بأن تقوموا لله، فمن قام لله حقا كان علويا، كان حسينيا، كان صادقيا، وكان مهدويا أيضا. هذه الكلمة يجب علينا نحن كخطباء ورجال دين ومعلمين وأيضا آباء وأمهات
أي إنسان كان في الحياة يعيش في هذه الحياة الدنيا، يجب علينا أن نجعل هذه الكلمة المفتاحية نصب أعيننا، أن تقوموا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبتعبير آخر أن تكون شيعيا حقا. هذه الرواية روايتان من أروع الروايات عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وعن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ليس منا ولا كرامة، كلمة كلش قوية، يعني لا كرامة له أبدا هذا الشخص، رغم أنه قد يكون في قمة القمة، لكن كان عليها أن يكون في قمة قمة القمة. ليس منا ولا كرامة من كان في مصر فيه 100,000 أو يزيدون، وكان في ذلك المصر أحد أو رع منح. حقيقة كلمة غريبة، ليس منا ولا كرامة، قد يكون عادلا، قد يكون ورعا، قد يكون تقيا، لكن الإمام يقول ليس منا. هذا هو القيام حقا لله. على الإنسان، على رجل الدين، على الخطيب أن يضع هذه الكلمة أمام ناظريه، فيكون عندئذ مناقبيا، يكون عندئذ مثاليا، يكون عندئذ رساليا، يكون عندئذ نموذجيا، يكون عندئذ في قمة قمة القمة، كما ينبغي لكل مؤمن أن يكون. كلش الكلمة ثقيلة حقيقة. ليس منا ولا كرامة من كان في مصر، أي في بلد فيه 100,000 أو يزيدون، يعني 1,000,000، 1,000,000، 5 ملايين، وكان في ذلك المصر أحد أو رع منه. هناك رواية ثانية تقول: ليس من شيعتنا من كان في مصر فيه ألوف، كما في السرائر: ليس من شيعتنا من يكون في مصر يكون فيه آلاف ويكون في المصر أورع منح. هاتان الروايتان تكمل إحداهما الأخرى. الرواية الأولى تتحدث عن ليس منا، إذا تريد ترتقي حتى تكون من مستوى من يحشر مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كسلمان، حيث كان منا أهل البيت، فلازم في ذاك المصر إذا أكو 100,000 ويزيدون تكون أورع منهم جميعا. أما إذا أراد الإنسان يكون شيعيا فقط، فيكفيه أن يكون في مصر فيه الألوف ويكون أفضلهم جميعا. إذن النقطة الأولى، وهي نقطة مفتاحية علينا أن نضعها أمام أبصارنا وأعيننا وأنظارنا وبصائرنا دائما، ونحن نرتقي المنبر أن نكون من هذا القبيل، نقوم لله. ليش نصعد المنبر؟ قد يكون ذاك البعيد يفكر بعض الشيء في المال، ليس شيعيا. هسه ليس منا هيك، ليس شيعيا. قد يفكر بعض فإذا ما عضو فلوس ينزعج، يعني هو وظيفته الداعي ورب المنزل أو الحسينية أو مديرها أن يقدم هدية للخطيب والقارئ والرادود مثلا، لأن يبذل جهد، فوظيفته تختلف عن وظيفتي. هو مسؤول أن يدفع، لكن أنا مسؤول أن لا أطمع إطلاقا إلا في كرم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. أن تقوموا لله، هذا صار شرك في النية. أنا ليش أصعد المنبر؟ حتى يعطوني فلوس. شنو قيمة هذا المنبر إذا كان هكذا؟ لماذا أرتقي المنبر؟ كي أحصل على الشهرة، حتى الناس من هنا وهناك يثنون علي ويمدحون. شنو قيمة ذلك؟ هي الدنيا 70 سنة وتنتهي، ولا يبقى إلا العمل الصالح أو السراب، كسراب، أي كثير منا أعمالنا هكذا تكون والعياذ بالله، كسراب بقيعة، هذا اللي برياء حتى الناس يشوفون، هذا اللي بسمعة حتى الناس يسمعون، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. أن تقول كلمة واحدة بس كل شيء بيها، مو بس يفعل الإنسان الواجبات
ويتجنب عن المحرمات ويجتنبها، وإنما يكون أفضل من في البلد. يعني إذا كنت بالحلة بالسماوة بالصين في أمريكا في إفريقيا تكون أورع كل الناس، أفضل كل الناس، أتقى كل الناس، لا غيبة لا تهمة لا نميمة لا نظرة إلى امرأة أجنبية ولا في التلفزيون أو في هذه الأجهزة. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان، أن تقوموا لله كلمة واحدة بس كل شيء فيها، قل إنما أعظكم، هذه موضع عظة رب العالمين بواحدة. الشيخ الفلسفي، أنا ناقل هذه القصة قديما لكن أنقلها، أكثر الجمع الطيب الموجود هنا ما سامعين القصة فيما يبدو. الشيخ الفلسفي من أشهر إن لم يكن أشهر خطباء إيران، وكان له صوت وصيت وتأثير. أنا حضرت إحدى مجالسه، حقيقة شفت عنده هيمنة مذهلة على الحضور، صدق هيمنة مذهلة حقيقة. يعني الشيخ الفلسفي دعي إلى مجلس فاتحة أقيم على متوفى حديثا، لعله الشيخ ما كان ملتفت، لأن هذا المتوفى الذي دعي لكي يقرأ المجلس على روحه مثلا من البلاط الملكي، لعله ما كان ملتفت أو كان ملتفت وغفل عن لوازمه. عندما ترتقي المنبر لشخص من البلاط الملكي في زمان الشاه فلا بد لك أن تدعو للشاه طبيعيا، لعله كان غافل. بعد ذلك عندما قبل الدعوة التفت أن هذا التالي الفاسد، شلون أمدح حاكم ظالم؟ كل رجل دين مبتلى بهذه القضية، يمدح حاكم الجائر الحاكم الجائر أو لا؟ حتى صاحب المجلس تقول كلمة الحق ولو كان على حساب مجلسك، طعن بالحكمة والموعظة الحسنة. كثيرا ما الإنسان يراعي صاحب المجلس كي لا يقطع عنه مجلسه. الله هو الرزاق، ما هذا الرجال. عليك أن تقوم بوظيفتك الشرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المهم الشيخ الفلسفي دعي إلى هذا المجلس فوافق، ثم ندم على ذلك، لكن ما على خط رجع. شي يقول شلون يعتذر؟ شاهنشاه طاغوت. فكر ما الذي أصنع؟ أمدح الشاه ما أمدح الشاه؟ شنو أجاوب الله؟ إذا ما أمدح يذبوني بالسجن، والسجن مرهق تعذيب وسواقه. فيقول ذهبت عند المرجع الديني الكبير المقدس السيد الخنصاري رضوان الله تعالى عليه. شو ظلوا علماءنا الأبرار. السيد أحمد الخنصاري كان من المقدسين الورعين ومن أولياء الله حقا ومن العلماء، عند كتاب المدارك شوفوا بحر من العلم. الشيخ الفلسفي يقول قلت للسيد الخنصاري أن القضية هي هذه، هذا الإنسان المتوفى تبين من البلاط وأنا راح أضطر أن أمدحه، ولا يسجدوني يعذبوني يصادرون أموالي، ثم أستغفر الله سبحانه وتعالى مثلا. السيد الخنصاري قال له كلمة هزته من الأعماق، وأنتم الآن تستمعوها راح تهزكم من الأعماق أيضا. قال له بالفارسية طبعا فلسفي، أنت عندما ترتقي المنبر وتشوف جنود الشاح والجلاوزة والصولة والمهيبة بعد عشرات بهذه نياشينهم وعلاماتهم الخاصة، فعندما ترتقي المنبر وتدري راح يهددوك مسبقا كما هددوه عندما دخل للمجلس، قالوا له لازم تمدح الشاه وتثني عليه وإلا، هاي وإلا مفتوحة على كل شيء. فقال السيد الخنصاري للشيخ الفلسفي، قال عندما تصعد المنبر وأنت مصمم على أن لا تذكر الشاه مطلقة، ولكن سيضعف إيمانك عندما تشوف هذه الوجوه الشيطانية وهي تنظر إليك شزرا وتهددك، فراح تضعف. يعرف علم النفس، مرجع يعرف علم النفس. فعند ذاك وإذ كادت قدمك أن تزل تجسد وتمثل هذا المعنى، أن رسول الله صلى الله عليه وآله بالباب واقف قابض على شيبته الكريمة ويقول لك فلسفي إياك إياك أن تريق ماء وجهي. دير بالك، ها أنت تمثل الدين، هاي العمامة تمثل الدين. أقل نظرة إلى امرأة أجنبية، هذا تعليقي بين قوسين، أقل نظرة إلى امرأة أجنبية الناس يشوفوها، الله يشوفها طبعا، الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف يشوفها طبعا، حتى الناس يشوفوها يعرفون هذا خوش رجال أو لا.
يغتاب في مجلس الناس، يرى الناس كلش أذكياء، لا تتصوروهم بسطاء، حتى البسيط منهم يراقب رجل الدين بعيني الصقر، نظرة واحدة، غيبة واحدة، تهمة واحدة، نميمة واحدة، غضب. رجل الدين لازم يكون حليم، أليس كذلك؟ يجب أن يكون حليما، إذا أساءوا إليه يغفر لهم، وأن تعفو أقرب للتقوى. يقول: فقال له، تجسد منظر رسول الله صلى الله عليه وآله وهو واقف عند الباب ويقول لك: أي فلسفي، إياك إياك أن تريق ماء وجهي. كلمة واحدة لكن صادقة. يقول: أنا ذهبت إلى المجلس تسلح بقوة، المؤمن هكذا. يقول: دخلت مليء المجلس بالسواق، المخابرات يعني، والشرطة والجنود والبهبهيات الموجودة يعني. يقول: وهددوني طبعا. أنا صعدت المنبر مصمما على أن لا أقول شيئا، بعدين شفت الوجوه تنظر إلي شزرة، فكدت أن أضعف كما تنبأ السيد الخنساري، فتذكرت كلامه، فتجسدت ورسول الله صلى الله عليه وآله واقفا عند الباب يقول له هذا، عاد إلي إيماني ورباطة جأشي بقوة، وما قلت شيء، وقلت أحول القضية على الرسول صلى الله عليه وآله، لم أتكلم بشيء، نزلت من المنبر كالأسد. يقول: والرسول حفظني، ما حد جرأ يمسني بالسوء، مع أنه كان خلاف المتوقع يعني، ما حد. قل إنما أعظكم بواحدة، بس كلمة واحدة، نتذكر بأن هناك ربا يراقبنا. وأنا أصعد المنبر الآن أتكلم أفكر وأستحضر أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف ده يشوفني وده يحسب علي حتى أفكاري. أنا ليش ده ألقي المحاضرة لكم الآن؟ شوية عندي عجب، شوية عندي رياء، شوية عندي أغراض أخرى، أو لله وفي الله وبالله، من الله وإلى الله وفي الله وبالله. إذا الإنسان استحضر هذا المعنى دائما أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ليس أن أعمالنا تعرض عليه كل يوم اثنين وخميس فقط، بل كل ثانية كل آن هو يراقبنا ويشهد أعمالنا وأفكارنا. وهناك بعض الروايات اللطيفة ليس الموضع ذكرها الآن، تقول تدرون أكو بحث حول تجسم الأعمال، يعني الكذبة نفسها تتحول إلى عقرب، مو أنه جزاء العمل عقرب أو حية أو نار. الآية الشريفة تقول: ووجدوا ما عملوا حاضرا، هو وجدوا جزاء ما، نفسه المادة تتحول إلى طاقة والطاقة تتحول إلى مادة، فالكذب طاقة، من الصوت طاقة يتحول إلى مادة. ووجدوا ما عملوا حاضرا، فهذا بحث معروف. هناك بحث آخر في بعض الروايات أن الأفكار أيضاً والنوايا تتجسد، مو بس الأعمال تتجسد، الإنسان نوى أن يعصي هذا نفسه يتجسد، يصير بشكل ثعبان، وهذا له بحث آخر. إذن الكلمة الأولى وباختصار: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى للبركة. نقرأ هذه الرواية من تفسير الصافي الشريف، عليكم بالصافي، تفسير الصافي من أروع التفاسير والبرهان، فاعتمدوا دائما في مجالسكم على تفسير الصافي والبرهان ثم التبيان للشيخ الطوسي. يقول: قل إنما أعظكم بواحدة، أرشدكم وأنصح لكم بخصلة واحدة، أن تقوموا لله معرضين عن المراء، الجدال. بعضنا طبيعته يجادل ويناقش، ما يبحث عن الحق، يبحث عن الانتصار. معرضين عن المراء والتقليد، مثنى وفرادى، متفرقين اثنين اثنين، واحدا واحدا، فإن الازدحام يشوش الخاطرة ويخلط القول. السيد الوالد أيضا في تفسير تبيين القرآن، تفسير موجز مختصر مركز، حتما استفيدوا منه دائما، إذا ما عندكم وقت للمطالعات المكثفة، تفسير كلش مركز على اختصاره. يقول: والواحدة هي أن تقوموا لله بأن تهتموا بأمر الله مجانبين الهوى. ليش مثنى وفرادى؟ أنا ما شفت هذا التفسير اللطيف في تفسير آخر، كلش موجز مختصر. مثنى للتشاور إن لم تتمكن من التفكر منفردا، وفرادى إن تمكنت من التفكر
منفردا. ليش مثنى وفرادى؟ قل طابع العام واضح، لأنه إذا أكو ألوف من الناس يشوشوا بعضهم على بعض، لكن إذا كنت بمفردك فيمكن أن تكون أنت وبارئك. لكن ليش مثنى وفرادى؟ أحيانا الإنسان يحتاج إلى من يعضده، سنشد عضدك بأخيك. إذن هذا هو العنوان الأول. العنوان الثاني كلمة عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ترتبط بالخطباء والخطابة في عمق محور مباحثكم، لكن لعل النادر جدا سمع هذه الرواية، لعل النادر أقول، وهذا ما يؤسف له، أنه نحن بعيدون الكثير منا عن ثقافة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، عن رواياتهم، عن كلماتهم، كلها مفاتيح. نهج البلاغة كله حكم، كله عبر، كله دروس. الصحيفة السجادية كذلك، أصول الكافي كذلك، كلها حكم، كلها عبر، كلها دروس، كلها مواعظ ترسم لنا منهج الحياة السعيدة. لاحظوا كلمة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه كما في الاختصاص، يقول: الروح عماد الدين، والعلم عماد الروح، والبيان، هاي شغلة الخطباء، شنو شغل الخطباء؟ البيان. والبيان عماد العلم. كلمة غريبة حقيقة، أستبعد يعني في هذا الجمع الطيب 10% سامعيها، ربما يعني أقل، ربما إن شاء الله الكل سامعيها. الروح عماد الدين، يعني شنو الروح عماد الدين؟ نقرأها الروح وليس الروح، لأن الروح لا معنى لها هنا. الروح عماد الدين، والعلم عماد الروح، والبيان عماد العلم. فش يصير النتيجة؟ أن البيان هو عماد الروح، يعني هو الطريق لكل ذلك. مختصر الكلمة صفها ثم نشرحها بإيجاز. صف الكلمة أن العلم والبيان هما عماد الإيمان، هذا صف الكلمة. العلم والبيان، العلم ثبوت والبيان إثبات، العلم والبيان هما عماد الإيمان. أما تفسير هذه الكلمة، يقول: الروح عماد الدين. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ماذا يعني الروح عماد الدين؟ لازم نعرف عماد ديننا شنو هو. الروح تفسر ها هنا بالإيمان. من أين فسرنا ذلك؟ استعنا بكلمة أخرى للإمام عليه الصلاة والسلام. الإمام الباقر نفسه في كلمة أخرى يشرح هذا اللي الآن ندعيه. يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه كما في تفسير البرهان: سألته، أي سألت الإمام الباقر عليه السلام، عن قول الله عز وجل كذا إلى أن يصل: وأيدهم بروح منه. يعني شنو أيدهم بروح منه؟ قال: هو الإيمان. الروح كما في الروايات خمسة أرواح: روح القدس، روح الإيمان، روح القوة، روح الشهوة، وروح البدن في تفصيل. إذن الروح هنا تعني روح الإيمان. فنفسر كلام الإمام عليه السلام إلى أن نصل لبيت القصيد في الشاهد: الروح عماد الدين، يعني الإيمان عماد الدين، ليس الدين بصلاة الليل مجردة عن الإيمان. الجوهر هنا صلاة الليل يصليها أو يزور أو ما أشبه ذلك، ثم لا سمح الله إذا عنت وعرضت له معصية هرع إليها. الإيمان هو جوهر الدين، والمظاهر طبعا ضرورية، المناسك ضرورية وواجبة وبدون كلام. فالروح أي الإيمان عماد الدين، والعلم عماد الروح. إذا أردت أن تحصل على الإيمان فعليك بالعلم، إذا أردت أن تحصل على الإيمان فعليك بالعلم. الآن لاحظوا الشبهات كثيرة متكاثرة، أنتم كخطباء كرام وأيضا كآباء وكمعلمين تشوفون الشبهات منتشرة، من بدءا يبدأ من الله سبحانه وتعالى ولا ينتهي بالقضايا الأخلاقية. في كل حقل شبهة، عشرات الشبهات. أحد المتخصصين قال لي قبل 3 سنوات أو أكثر أنه نحن جمع تتبعنا في الإنترنت في الشبكة العنكبوتية واستقرأنا الشبهات المثارة هنالك من البهائيين وغيرهم ضد الإمام الحجة المنتظر
عجل الله تعالى فرجه الشريف، فوجدناها حوالي 2000 شبهة. 2000 شبهة رقم كلش مذهل. طبعا كثير منها مكررات وتعاد بصياغات مختلفة، قد يكون مرجعها إلى 50 شبهة، 60 70 80. بس ترهب الطرف، يعني هذا الشاب المسكين عندما يجي يشوف هاي الشبهة موجودة، فإن لم يعلق في شباكها تورط في الشبهة الثانية وإلا ففي الثالثة، وألف شبهة. الآن نحن كخطباء ونحن كعلماء كم أحطنا خبرا بهذه الشبهات، وكم طالعنا عن ولي أمرنا صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله فرجه الشريف، إيش قد طالعنا؟ كم كتاب طالعنا؟ طالعنا؟ عرفنا هذه الشبهات ما هي؟ العلم قوام الروح، بدون علم الإيمان متزعزع، العلم بنفخة واحدة يطير، الإيمان بنفخة واحدة يطير من وسوسات إبليس. إذن كلام الإمام كلش دقيق، يقول صلوات الله وسلامه عليه: الروح عماد الدين والعلم عماد الروح. إذا تريد الإيمان فعليك بالعلم، بالفعل تسلحوا بالعلم، متسلحين الحمد لله، لكن أكثر فأكثر. مرآة العقول للعلامة المجلسي كل اطالعوه، بل تباحثوه، بل إذا أمكن أن تدرسوه أو تدرسوه فافعلوا ذلك. مرآة العقول صدق بحر من العلم حقيقة. يعني أنا كل مرة أطالع شطر من مرآة العقول أتندم أنه ليش قبل ما أطالع، وعندما مرة ثانية أطالع أفرح أنه الحمد لله وفقت لكي أطالعه مرة ثانية. بحر من العلم. إذا أنتم تطالعون 27 مجلد مرآة العقول بأكمله، راح تشوفون منبركم راح يكون كلش غني، كلش حافل، كلش مفيد، كلش نافع. وقبل ذلك ستجدون في قلوبكم نورا وفي عقلكم وعيا لا يضارع ولا يماثل لا نظير له. الروح عماد الدين والعلم عماد الروح والبيان عماد العلم. يعني شنو؟ يعني شنو والبيان عماد العلم؟ العماد هو ما يقوم به الشيء فيثبت ولا يزول ولا يتزلزل. الآن عماد هذه العمارة بماذا؟ هذه الحسينية المؤسسة المباركة بهذا العمود. الصلاة عمود الدين، فالعمود هو ما يتقوم به الشيء، ما يقوم به الشيء فيثبت ولا يتزلزل. البيان يثبت إيمان الناس. هنا بيت القصيد. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: بابا البيان كل شيء، هذا بيان للناس وهدى. القرآن الكريم بيان وأنتم تسلكون هذا الخط، فيجب أن يكون بيانكم أرقى بيان، يعني بحيث الشاب الجامعي عندما يجي يجلس تحت منبرك صدق يكون مشدود، صدق يكون مشدود إلى كلامك، مو أنه يجي يشوف تكرار مكررات وحديث 20 مرة سامعة أو حديث غريب لا يعقله أو ما أشبه هذا. صدق يكون الكلام يشده إليه شدة. ليش أن الناس يهربون من بعض المنابر؟ لماذا؟ لأنه ما يشوفون فيها تلك الجذابية. ما مطالع هذا الرجل قواعد علم النفس، قواعد علم الاجتماع، ما قاري كتاب العشرة من البحار اللي 1000 قاعدة من قواعد علم النفس وعلم الاجتماع موجودة هنالك، بس ما نقرأها. كتاب العشرة من البحار صدق ثروة من المعارف ومن المعاني ومن القواعد. العشرة من البحار صدق طالعوا بكل دقة، مكارم الأخلاق طالعوا بكل دقة، تحف العقول طالعوا بكل دقة مرة ومرتين وألف مرة، كلها جواهر، جواهر الحكم. فالشاهد أنه البيان هو الذي يثبت الإيمان، يعني مرجع كل شيء. شوفوا الرواية الإمام كل شيء قاعد يرجع إلى البيان. نقرأ الرواية مرة أخرى: الروح عماد الدين أي الإيمان، والعلم عماد الروح. بدون علم واسع كالبحر المتموج ما تقدر تثبت إيمان الناس. والبيان عماد العلم. العلم أيضا يتقوم في مرحلة الإثبات بالبيان. أحد الخطباء، أنا شخصيا لولا أنني شهدته شخصيا لما صدقته، كنا في زينبية في جوار وظل السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها والسيدة رقية عليها الصلاة وأزكى السلام، فأحد العلماء قال لي، أحد العلماء زرته فقال لي بأن فلان خطيب في الصحن الزينبي الشريف يرتقي المنبر ومعلين 10 أيام وهذه الليلة الثانية. هذا يدوخ الناس، مضمون كلامه أقول. قلت له شلون؟ قال يصعد على المنبر وما ينزل ساعة ونص يحكي إلى 3 ساعات.
أنا صدق ما صدقته، يعني أكو خطيب يصعد ساعتين ونص يتكلم، لا ثلاث ساعات، قال الناس يملون يفرون يهربون، ليش تطول؟ فكان يقول لذاك العالم بأنه تكلم مع هذا الخطيب الفاضل بأن يقتصد ويقتصر ثلاث أربع ساعة معقول، ساعة معقول، ساعتين ونص. أنا فكرت أن أذهب إلى مجلسه، أول أستمع له أشوف شلون مجلسه، بالفعل ساعتين ونص له مبالغات. ثم ذهبت إلى المجلس، والمجلس غاص بأهله، يمكن الليلة الثالثة أو الرابعة كانت، هذا اللي ساعتين ونص يقرأ، بعد منو يجي؟ هسه أنتم تفضلوا في شهر محرم أول ليلة اقروا ساعتين ونص، الناس كلهم يشردون بعد. فيقول أنا شخصيا حضرت مجلسه، ممتلئ الصحن الزينبي، نصف الصحن هذا الجانب منه ممتلئ بالحضور، حقيقة غريب. جلس تكلم ثلاث ساعات إلا ربع، والناس كأن على رؤوسهم الطير، حقيقة مذهل، بعمري ما شايف الشي منظر، كأن على رؤوسهم الطير، ما حد يتحرك، ما حد يتململ حتى. تدرون إذا الكلام كان ممل فالناس يتململون، يحوصون بتعبير العادي، شوية يلعب لحيته، شوية يفرك أذنه، شوية يحرك نفسه، إلى حقيقة كنت أراقب الناس كأن على رؤوسهم الطير، مشدودين إليه، شقد مشتغل على هذا المنبر، شقد مشتغل، كم صب فيه من العلم، كم شحنه بالفن والأداء، أداء منبري راقي، ثلاث ساعات إلا ربع، والمجلس استمر عشرة أيام نفس الحضور، يعني حضور مذهل. كيف؟ هذا البيان، هذا البيان الذي هو دعامة الإيمان. الشيخ الفلسفي ينقل عنه، نرجع للشيخ الفلسفي أيضا رحمة الله عليه وعلى الماضين من الخطباء والعلماء جميعا، الشيخ الفلسفي كان يقول أنا أحضر للمجلس الواحد 18 ساعة كاملة، مع أنه كان خطيب شهير وكان يستطيع أن يرتجل المنبر ارتجالا، يعني إذا كان يرتقي المنبر ارتجالا يتكلم يمكن أحسن من ألف خطيب آخر، كان يستطيع أن يرتجل، لأن الإنسان اللي عنده تجربة 50 سنة من المنبر صدره مليء بالعلوم وألوف المجالس موجودة في باله، فيستطيع أن يرتجل ارتجالا، لكنه كان يحضر للمنبر الواحد 18 ساعة كاملة. طبعا هذا يصير اسم الشيخ الفلسفي، فلأكن ولتكن أنا وأنت كذلك. هذا البيان اللي هو عماد الإيمان. الشيخ الراشد، الشيخ الفلسفي كان أشهر خطيب في إيران، والشيخ الراشد كان لعله أهم خطيب في إيران، الأشهر ذاك والأهم هذا. الشيخ الراشد كان يلقي محاضرة ربع ساعة بس في إذاعة طهران، ربع ساعة فقط، لكن هاي المحاضرة تشد إليها العلماء. أنا شفت بعض مراجع التقليد ملتزم من واسع الاطلاع، ملتزم بأن يستمع إلى محاضرات الشيخ راشد هاي الربع ساعة، ملتزم يعني أي موعد أي برنامج يلغي في تلك الليلة، ليلة الجمعة كان يلغي ربع ساعة. فسؤل أنه شنو أنت سر هذا مجلسك، يعني ربع ساعة يشد إليك الفضلاء وأساتذة الجامعة والعلماء يعطلون أعمالهم؟ قال لأن أنا أشتغل على هاي الربع ساعة أسبوع كامل، مو 18 ساعة، فوق الفلسفي بعد. اليوم الأول أنتخب الآية الشريفة اللي هي محور البحث، فأطالع حولها كافة التفاسير، 8 ساعات، 10 ساعات، 12 ساعة، أكثر أقل. اليوم الثاني أنتقل للروايات، المحور مثلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، فأشوف التفاسير. ثم المحور الثاني الروايات حول المرابطة، في الرواية أكو رابطوا على إمامكم، في زمن الغيبة علينا أن نرابط على إمامنا بأن نهتدي بهديه، نتعلم كلماته، أو كتاب كلمة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، كلمات الإمام موجودة، واحد يفتتح، أنتم كخطباء كرام افتتحوا كل منبر لكم بكلمة من كلمات الإمام عليه من الله الصلاة والسلام، مو واسطة الفيض، مو وسيط الفيض الإلهي، يعني كل نعمة أنعم الله بها سبحانه وتعالى علينا فعبره، أليس كذلك؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، على منه؟ على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ثم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، إلى أن تصل للإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف.
اليوم الثاني أطالع الروايات حول هذا الموضوع، حول المرابطة. اليوم الثالث أطالع كلمات الحكماء والمؤرخين ومثلا الفلاسفة على مر التاريخ، هذا اليوم الثالث، يعني يستدعي جهدا. اليوم الرابع أطالع كلمات العلماء المحدثين الجدد، علماء النفس وعلماء الاجتماع، مثلا المرابطة شنو أنواعها ومن الناحية السيكولوجية شنو وضعها وإلى آخره. فأطالع كلمات علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء النفس الاجتماعي وإلى آخره. اليوم الخامس أبحث عن قصة ما سامعها الناس، مو إحنا سامعين هواي قصص، أبحث عن القصص وعن الإحصائيات غير المسموعة. فأدور، لأن خطيب يريد يجذب إليه خطباء العالم الإسلامي والمراجع وأساتذة الجامعة، لازم يأتي بشيء فريد. فاليوم الخامس أنا أبحث عن الإحصاءات والقصص المتميزة. اليوم السادس أرتب البحث، لأن هاي صارت فشي ضخم، 6 أيام جهد يصير فشي كلش ضخم. فأنا أختصر وأختصر وأعتصر وأضغط وأضغط، أسوي ربع ساعة، وطبعا كل الناس يتلهفون على نحو هذا المنبر. الخطيب الحسيني، وهذا وسام شرف لكم ولله الحمد، إحنا نغبطكم، ها نغبطكم على أنه أنتم خطباء الحسين عليه السلام، ولو إحنا بالبيت أحيانا نقرأ قراية حتى نسجل اسمنا بهذا الديوان، بس أنتم خطباء، هنيئا لكم هذا الوسام، وسام الشرف. لكن علينا أن نقوم بهذه المسؤولية خير قيام. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: الروح عماد الدين، الدين لا يتقوم إلا بالروح أي بالإيمان القلب، والعلم عماد الروح، والإيمان لا يتقوم إلا بالعلم، والبيان عماد العلم، ولا يحصل الناس على العلوم إلا عن طريق البيان. فهذا البيان هو مسؤوليتكم، ليس فقط كخطباءها، مسؤولية الآباء كما قلنا، الأمهات، المعلمين وغيرهم، لكن رجل الدين مسؤول بشكل أكبر. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، كلمة واحدة، كلمة واحدة. ذاك المعادي قال شنو قال؟ صير خوش آدمي، كلش مختصر مفيد. إجا ذاك المعادي إلى بيت أحد العلماء فذهل لكمية الكتب الهائلة الموجودة، صدق ذهل، ما شايف إيش بحر علم. ففكر فبفطرته اكتشف، قال: ها هاي الكتب كلها تقول صير خوش آدمي، كلمة واحدة بس فطرته حدته إليه. هذا ما يقوله القرآن الكريم: قل إنما أعظكم بواحدة. هل 70 سنة 80 سنة الإنسان يكون مثاليا، يكون نموذجيا عودا على بدء، يكون مناقبيا، يكون ملائكيا؟ يعني الناس عندما يشوفون رجل الدين كلمة الختام يشوفون صدق هذا ملائكة، الناس ايش يشوفونه؟ إذا وجدونا هكذا فطوبى لنا، ثم طوبى لنا، ثم طوبى لنا، وإلا لازم نفكر في تغيير ما بأنفسنا. الناس يشوفون هذا ملائكة، الملائكة يعني قطعة من الطهر، قطعة من القداسة، قطعة من النزاهة، قطعة من النور. لا نظرتنا تكون نظرة مريبة، لا لساننا يكون لسان جارح، لا أذننا تسمع ما لا ينبغي أن يسمع، ولا قلبنا أيضا ينبض إلا بحب الله وحب محمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بفقدنا لسيدنا ومولانا الإمام الباقر عليه السلام، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره بين يدي إمام منصور مؤيد من آل أحمد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا
باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلا يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما ماذا يا 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 ماذا جرى في عالم التكوين في مثل هذا اليوم ماذا جرى يا في عالم تكويني فتجلببت آفاقه بشجوني أقيامته للحشر قامة ترى ترى السبع الطباق هوت على الأرضين لا غر وإن حزن الوجود لفقد من هو علة الإيجاد والتكوين يوم به زلزل السبع الطباق فأعولت برنين يوم به أشجل بتولة فاسق يدعى يا بشامل ملعون يوم به أضحى أبا الصادق متجرعا سما بكأس عداوة وضغايون جعلوا في شراب لكي يخفى على علام كل مصايا اي غليب اي غليب قلوبنا شمدوب هدام هدام اي غليب قلوبنا شمدوب حدا يا مو حزننا يا ابن حامل جار حدا يا مقبور اجدادك الطاغوت وين قبورهم حدا وشاوى مثل قبر الزكي وشاوى مثل إنا لله وإنا إليه راجعون